ورحنا معسكر من الاكاديميه البحريه لالمانيا. واول لما رحنا لسه بادئين المعسكر ما بقالناش كتير، هامبورج الالماني قال لهولمان هنعمل معاك ماتش حلو، واحنا ما خدناش من وجهه نظر الفتره اللي هي تخلينا ان احنا نبدا نخش في الماتشات الثقيله. فرقه كبيره ما بدنا يعني ما فيش بدايه، لكن هامبورج في الوقت ده كان ثالث الدوري او ثاني الدوري، كان جامد جدا. ايوه. فلما قالوا لهولمان، هولمان ما بقاش مصدق نفسه، انا شفت الكلام ده مش مصدق نفسه. لان هولمان كان اول مره يمسك فريق في دوله عربيه مش عارف حجم الاهلي من الاخر. هو مش عارف كان ساعتها ان ده ايه. هولمان ده بيلبس كده قميص ابيض من اشيك المدربين ومن اطيب المدربين على فكره. والله شخصيه جميله جدا جدا جدا، واللعيبه كلها كانت بتحبه. فقعد معانا هولمان في المحاضره، قال لنا كده المحاضره، وكان طبعا الحاج محسن طنطاوي يعني طبعا كان هو المترجم ورئيس نادي الصيد يعني حاليا. فقال ايه؟ قال لنا بصوا احنا هنلعب هامبورج، وهامبورج نادي كبير جدا جدا جدا، وانا مش مصدق ان انا هلعب. هو كده بيتكلم، ولو خسرنا النهارده 6-0 هبقى اسعد واحد في المانيا. خسرت 4-0 هبقى اسعد واحد في العالم. وكانوا ساعتها جايبين لعيب اللي هو اسمه ليتشكوف البلغاري. البلغاري اللي هو كان بيلعب بشمال يحط الفاولات كلها. هقول لك في الفتره دي كان في كاس العالم 94 في انجلترا، وهو الاقرع اللي طلع اللي جاب الجون الثالث في المانيا وطلع المانيا. فكان جاي وجايب 5 مليون دولار طبعا اياميه كان رقم ايامها قسم. وهيلعب الماتش قدامنا. قال لك انتوا لو خسرتوا 6-0 ابقى اسعد واحد في المانيا، لو خسرتوا 4 اسعد واحد في العالم. وبتكلم بجد محاضره. نزلنا المباراه بعد ربع ساعه ثلث ساعه، فريق هامبورج فريق الكوره بيلعبوا كوره، احنا اول مباراه بنلعبها لسه بقى. يعني مفيش، المفروض نبدا تدريجي. هو الراجل عمل المباراه، فرح جابوا جون فينا الشوط الاولاني، وراحوا جايبين جون تاني 2-0. قبل ما الشوط ينتهي الاهلي فرقتنا مسك الكوره شويه، راح الكوره عرضيه، راح حسام جايب جون 2-1. الشوط الثاني حسام حسن جاب جون 2-1. انا كنت احتياطي قاعد لسه قاعد ما لعبتش يعني لسه ما شاركتش مع الاهلي. راح الراجل مديني يعني اول ماتش ليك يا كشري، اول ماتش ليا مع الاهلي في تاريخك في حياتي مع الاهلي. البس فانيله الاهلي اللي هي بتاعه المباراه. وطبعا جماهير بقى هناك مصريه، الملعب كان مليان كالعاده. ورحت نازل اداني 25 دقيقه شوط تاني او تلت ساعه 2-1 لهامبورج. لهامبورج الالماني. وبعد كده الفتره دي مش عايز اقول لك يا اسلام، انا كان عندي ميزه كويسه، انا كنت يعني جريء قوي. واللي بحب المساحه وبروح وما بخافش. ونزلت عايز العب، والملعب جميل والناس بقى شكلها حلو. وعارف انت، معلش انت بتتكلم مرحله انا اول مره اشوفها، ان انا من درجه تانية، حتى لو من نادي المقاولين، وانا لعبت درجه اولى دوري ممتاز مع الكابتن انوس ومع مايكل ايفرت، ولعبت معاه وانا صغير عندي 17 سنه. بس الناس ما يعني ما كنت بنزل تغيير، لا بس ما لعبتش اوروبا، ما رحتش اوروبا. ما لعبتش فنزلت عايز العب. والماتش الجيمه ورحت واخد كوره، هادي خشبه بيديني كوره في نص الملعب، رحت واخدها من فوق الديفندر، وراح جاي لي السردباكين اللي انا خدتها وما بقت ما بيني وبين السردباكين، بيضغطوا عليا، خدتها من فوقهم الاثنين ضربتهم بلعبه واحده. ورحت انفردت الكره على ال 18، والجون خارج عليا مش قرب له، ورحت وهو خارج عليا وش رجلي بالراحه كده من فوقيه في سقف الجون. جون جامد جدا. جدا 2-2. ومش عارف افرح، يعني انا مش عارف اجري ازاي. بجري مش عارف ازاي، ومش عارف افرح ازاي. لقيت لك الجماهير بتتنطط في المدرج. فرحت وعملت بعديها شويه اسلام بستك وبتاخده معمل كده، اليوم بترقصه واعمل كده، كنت سريع جدا وبقف بالكره كويس. وانتهى الجيم 2-2. طبعا هولمان ايه؟ هولمان عزمنا، هو كان مراته، كان ليه زوجته، كانت يعني دمها زي العسل. كانت تحس ان هي مصريه، وكانت قريبه من اللعيبه جدا. عملوا لنا عزومه بالليل، وبقوا فرحانين ويضحكوا، بقت مراته تحضن اللعيبه كلها. لا والله، والله العظيم كشري مش مصدقه. كل شويه يجي هو ومراته يسلموا عليا، مش مصدق. واتعادلنا 2-2 مع هامبورج، بقى اسمه يعني بالنسبه له قوي. وعملوا لنا عزومه، فدي كانت اول مباراه. بعديها على طول يا اسلام، بعديها بيومين لعبنا ماتش مع فرقه درجه تانية. لا مش تانية، تالتة. الماتش انتهى تقريبا 7 بتاع، فرقه درجه تالتة كده، انا جبت 6 جوال. والكلام ده طبعا اتنقل في مين؟ في مصر. في مصر طبعا.
لا بيجيب ستة وبيجيب في هامبورج. فالناس استنتني مش عايز اقول لك بقى وانا راجع يعني ايه اللي حصل. لا احكي اللي حصل. رجعت مصر طبعا الناس كلها ايه جايب ستة وجايب في هامبورج عايز يتفرجوا عليك بقى. مين كشري ده اللي ما يعني مين كشري ده اللي بيجيب لي جوان في حسام حسن وفيليكس وكابتن حسام طبعا وفيليكس وكل الناس. اتعمل لنا مباراه مع اهلي دبي في نادي السكه الحديد والكابتن طه اسماعيل كان هو المدير الفني بتاع اهلي دبي. اهلي دبي ولعبت انا وحسام حسن والخواجه قال له حسام انت هتلعب شوط واحد عشان انت لعبت مش عارف ايه قبليها بيوم ايه عشان مسافرين تونس لازم يشرح له لازم يشرح له هتلعب شوط واحد مفيش غيره قال له ماشي عشان احنا مسافرين في نفس اليوم تونس بالليل رايحين البطوله العربيه هتلعب انت وكشري انت شوط. وساعتها كان في احمد عبد الفتاح فعايز يدي المجموعه معينه فلاعب احمد تحتينا والشوط الاولاني بلاعب اهلي دبي انتهي الشوط الاولاني كام يا كابتن اسلام؟ كام؟ 6-1 للنادي الاهلي. 6-1؟ 6-1 دي ما يعني للنادي الاهلي احمد عبد الفتاح جاب جون وحسام يجيب كام واحمد كشري يجيب كام؟ 2-2 انا جبت الخمس اجوان التانيين حسام ما جابش ولا جون. لا 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 اقسم بالله العظيم اسال ياسر ريان وهشام حنفي وعادي وبتاع وكده وعطاير وبدماغي خمس اجوان كل واحد عطاير وشوطه فطبعا المدرج انا كنت شايف الجمهور ما فيش حد قاعد والله يا اسلام ما في حد قاعد خالص كل الناس واقفه. فالماتش خلص من هنا الشوط الاول انا جايب 5 الشوط الاول مش المباراه ودخلنا اوضه اللبس طبعا حصل جوه جنايه في اوضه اللبس. لا احكي الجنايه طبعا ده لازم ده الجنايه دي ده انا مستني الجنايه. انت عملت ايه؟ انا عارف فانا مستني الجنايه. ايه اللي حصل؟ دخل حسام حسن انا داخل بقى بص عارف اللي ايه يعني انا لسه برضو يعني بورس يعني حاجه صغيره كده برضو انا ما عملتش حاجه كل ده ماتشات وديه. دخلت قعدت على جنب وقاعد كده وسامع جوه كل حاجه الحمد لله ان يعني كان الاوضه بتاعتهم سيراميك بتاعت ديب 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 ديب. فجالي مين؟ رضا عبد العال. قال لي بقول لك ايه؟ قال لي بص يا كشري هجيبها لك بالبلدي كده انت اللي عملته النهارده ده مش مفيش واحد في مصر مش مفيش ست في مصر مش تعرف مين احمد كشري. قال لي كده بلغه رضا بقى انت عارف رضا عبد العال. طبعا. قلت له يعني ايه؟ قال لي انا عايزك الكوره اللي ترقص فيها لو الجون فاضي ورقصت الجون ترجع تديها لحسام حسن. قلت له طب انا سامعه بيقول ان ما ببصلهوش وبتاع. قال لي اسمع كلامي يا ابني مالكش دعوه باللي انت سامعه. قال لي مالكش دعوه باللي بيحصل جوه ده هتتعود عليه. قال لي اسمع احنا اللي انت عملته النهارده ده مصر كلها مفيش ست بمصر كده يعني مش هتعرف مين احمد كوشه مش مفيش حد. قال لي انت جايب 5 اجوان في شوط وخمس اجوان انا عالطاير وبترقص وبتشوط وبدماغك فهو هيتجنن عشان يجيب جول وازاي انت تجيب 5 ولسه جاي فانت مالكش دعوه بالقصص دي بكره تعال. بصيله طبعا ده كرة غيرته من حبه بصيله. لا طبعا طبعا لا لا بيتكلم انت عارف حسام طبعًا. يعني طبعا انا بحبه جدا وعلى فكره صديقي جدا طبعا ما بنقول يا جماعه ده يعني بس هو بيحب ان هو اللي يجيب الجون هو اللي بيحب يعني هو وعنده اصرار ومش لوحده ابراهيم وكابتن ابراهيم الاثنين كانوا حاجه يعني بصراحه هم اللي كانوا بيدونا الباور بصراحه في الملعب فقال لي فعلا وجاي لي كوره الشوط الثاني يا اسلام وبعمل كده وهقطع الشبكه والله العظيم كنت فايق جدا وجاي لي على السكس يارد ومتطوح واخد البوزيشن وهجيب جون بقى سادس وجاي لي وبعمل كده افتكرت كلام رضا قلت لا يا عم بصيها فببصيها انا كنت انكر رجلي اتخبط ماتش هامبورج ده فجت في انكر رجلي ما قدرتش اكمل يعني جالي تمزق في الاربطه خرجت عشان جت في طرف رجلي يعني خدت قرارين قلت لا اجيب جون ايه العبها بالعرض لحسام يجيب جون فبعملها له راحت جايه في يعني ما راحتلوش؟ لا ما راحتلوش سبحان الله الماتش ده ما كانش موفق ما كانش وهو بعديها انا قلت لك كان هيلعب ايه؟ شوط واحد ما هو معايا الشوط الثاني ليه؟ صحيح اهو يعني مش قلت لك الخواجه قال له لازم يجيب لعبوه الخواجه قال له العب قال له العب الشوط الثاني على امل يجيب جون او جونين الدنيا تهدى الدنيا تهدى حسام بيمسك كرة وبيعمل كده ناحيه الكورنر لعيب راح متزحلق انت عارف برضو اللعيبه الاماراتيين عندهم حته العنف شويه فبيتزحلق عليه راح خابط في رجليه لانه حسام ده بيصرخ دكتور مجدي عبد العزيز كله جري الاسعاف ايه ده موضوع كبير وتر اكيلس لا حول الله بعد فيها وكنا مسافرين في اليوم ده فين؟ تونس بعد فيها 4 شهور الاربع شهور دي انا كنت هداف الدوري كنت في منتخب مصر كنت هداف البطوله العربيه لحد ما رجع الكابتن حسام بعد في الدوري الدور الاول يعني وهداف البطوله العربيه وكنت في منتخب مصر
مع مين الكابتن؟ مع كابتن محسن صالح وكرول. كرول 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 كان يعني كان متابعني من الشرقية الدخان ده. كرول على فكره كان بيجي لي الشرقية الدخان، تخيل بيشوفني يعني جالي في ماتشات الشرقية الدخان. فكان يعني كرول كان بيحبني جدا جدا يعني. وكنت في منتخب مصر، كنت هداف الدوري الدور الاولاني، وكنت هداف بطوله عربيه. و كابتن حسام رجع لعب، رجع. انت عايز الكواليس ولا ايه؟ الكواليس طبعا. يعني الكلام ده طبعا بس طبعا. جالي سيم من الجهاز يعني. المفروض انا اللي العب، انا هداف الدوري وانا اللي بجيب اجوان، بلعب انا وفيليكس. بنلعب 4-4-2، قلب بنلعب 3-5-2 كده يعني. هي كانت 3-5-2 يعني. دي اللي كنا بنلعب، فدايما اتنين فراوده، بنلعب اتنين فراوده. فقالوا له هتلعب انت واحمد كشري، كشري الاحسن، كشري سكوره اعلى، كشري. حسام قال لهم لا العب انا وفيليكس. لا انا وفيليكس. وحسام طبعا كان كابتن، وكان كان ليه تقوله طبعا. ومش هضحك يعني برضو، عايز اقول لك حاجه لما بس خد بالك، هو في الاخر القرار بيبقى قرار يعني، احنا تعودنا كده ان القرار بيبقى لا انا الأهل. مش بقول قرار قرار فني. المدير الفني لو شايف ان انت اللي تلعب، انت اللي كنت هتلعب. بص يا كابتن اسلام، انا هكلمك بامانه. انا النهارده لو انا المهاجم رقم واحد في النادي وبرتاح انا واسلام، ما برتاحش انا ومحمد، بيبقى ممكن ليها اعتبارات اخرى يعني. وخلي بالك برضو يعني هقول لك حاجه، يعني انا برضو كنت ايه، خبراتي ما كانتش كبيره. يعني انا سنة كنت اصغر، بجيب اجوان، بس كان انا عندي ميزه تغييري، لما كنت بنزل كنت بجيب اجوان يعني. لكن فيليكس ما بينزل ما بيعملش الفارق. يعني دي كانت فيا كويسه، تغيير بتاعتي دايما بجيب جون. وخدت جبت جوان كتير جدا، وانا بنزل تغيير اجيب جون واتنين وكده يعني. فمن هنا بدات اقعد احتياطي. ومع ذلك لما قعدت احتياطي، لما كنت بلعب مسابقه كاس مصر كامله، كنت باخد هداف الدوري، هداف الكاس مرتين. والبطولات العربيه طبعا كان في بطوله عربيه في مصر، جبت 7 اجوان في ماتشين، في ماتشين و 25 دقيقه. ياه، 7 اجوان. جبت في اتحاد بليده الجزائري جون. كنت راجع من اصابه بقالي شهرين، ولعبت بالصدفه عشان تبقى عارف. وقالوا لي بص احنا واخدينك معانا بالصدفه عشان الدكه ناقصه، واوعى. الكابتن احمد ماهر كان دمه خفيف الله يرحمه، الله يرحمه يعني. كان شخصيه جميله. قال لي بقول لك ايه، اوعى تفكر انك تنزل الملعب. قلت له خدني معاك بس. قال لي هتيجي معانا الفندق بس، وتقعد وفي الفندق وتاكل وتتبسط. قلت له ماشي، انا بحشني الفرقه بقالي شهرين طبعا. قلت له ماشي انا معاكم. فجه بالليل قال لي بقول لك ايه، مش عارف ايه، انت هتقعد معانا الدكه، اوعى تفكر انك هتلعب. ما انا ما بتمرنش. كنتش بتمرن مع الفرقه بقالي شهرين مصاب. قلت له خدني بس، انا نفسي اقعد على الدكه، انا مش عايز العب. انا بقى وحشني الاستاد. قال لي ايوه عشان تبقى عارف، اوعى. قلت له لا 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 لا، انا بقول لك. وهو ده بيرجع يقول لي ويجي وانا في القاعد، وليد صلاح الدين كان بيلعب، وهو مين؟ سيد غريب. حسام كان في وقف تقريبا، وفيليكس كان ايده كانت مكسوره. واحكي لك على قصه بقى عاديه دي. فمين اللي بيلعب؟ سيد غريب ووليد. وليد جاله الخلفيه، انت عارف وليد ايه الخلفيه، كانت عنده مشكله يعني. والدكه وعمالين يكلموا بعض الخواجه وكابتن ثابت وبتاع، ويبصوا عليا كابتن احمد ماهر وكابتن ماهر همام، ويبصوا على الدكه ويبصوا. رحت انا قايم قلت لهم هلعب. قالوا لي تلعب ايه؟ كشري تقدر؟ انت ما اتمرنتش معانا. قلت لهم هلعب، نزلوني وربنا هكسر الدنيا. جرب بس كده، قلت لهم كده هكسر الدنيا، نزلوني بس بثقه. مش يا ابني انت ما اتمرنتش معانا بقالك شهرين، انت بتتمرن بتتعالج. قلت له نزلوني بس، انا نفسي العب. وراحوا منزليني. ما يعني عارف الموقف، نزلت. اول لما نزلت محمد يوسف عمل لي واحده طويله، وكان النتيجه 2-1 للاهلي. رحت رايح، وكان الجون بتاعهم كان اسمه، كان بيلعب في منتخب الجزائر. ورحت رايح منفرد بيه، ورحت جاي فيه جون في الدقيقه بطريقه يعني زي البيلين. جون يعني جون بالنسبه لي انا صعب قوي. وفرحت جدا، وكنت ليه راس معينه، بقيت بجري مش عارف اروح فين، فرحان قوي بقالي كتير. وجون كان حلو، وجبت الجون ده، وجبت بعديه جون تاني يعني الحكم حسبه اوفسايد، والناس ما صدقتش. يا ابني اللذينه، انت بقالك شهرين ونص ما شفناكش، ما اتمرنتش معانا. والماتش اللي بعده بلعب اتحاد فريق رفح الفلسطيني، كسبنا 7. مجدي طلبه جاب جون، وابراهيم حسن جون، وانا جبت 5. بيميني وبشمالي وبدماغي وجون بصدري كل حاجه.
فده الماتش اللي يعتبر لعبته كامل، الثاني لعبت تلت ساعه، ولعبنا الماتش اللي بعديها اهلي الهلال السعودي، ده الاتحاد السوري ده في تونس، ده تالت جول ليا، دي تاني مباراه سجل فيها. بص انا عملت كل حاجه، بص مش كريستيانو كان بيعمل، بص اهو مش كريستيانو كان بيعمل كده ويقول لك كريستيانو، انا عملتها من سنه كام؟ من سنه كام ده؟ وده في الشباب السعودي في السعوديه، في استاد الملك فهد، كان الجون ده التعادل وكانوا جايبين جون، شوف كنا عايزين نكسب رغم ان على ملعبهم الشباب كان فريق كبير جدا، كان سعيد العويران بيلعب وفؤاد انور وبتاع. بص دي هنا ده في الاتحاد السوري، ده دي من احلى المباريات اللي عملتها. ده تاني مباراه ليا الناس تشوفني في التلفزيون. بص لازم الناس تركز، بصوا بتاع كريستيانو رونالدو اهي اهو عشان بس الناس ما تقولش اهو اهو. مين اللي عامل لك الاوفر ده؟ ده مشير حنفي، مشير قطاع، مشير ليه كده طلعات معينه كده يعني، بتيجي كل عدى وعامل لي اوفر كويس قوي، ويمكن شايف انا ده اوفر عالمي. الجون كمان جون حلو قوي، مش حنفي لا، مشير